مشاهدينا متابعينا الاعزاء، مستمرين ومتواصلين معكم في رصد اصداء ختام منافسات بطوله تدشين لجنه الفئات السنيه في رابطه فرق الاحياء لكره القدم بمكه المكرمه. في هذه اللحظات وبعد ان توج رسميا بطلا لهذه البطوله اكاديميه الفوز، يسعدني ويشرفني بان استضيف اداري اكاديميه الفوز الاستاذ ابراهيم الطارقي. استاذ ابراهيم، الف مبروك حصولكم على اللقب الغالي والثمين. الله يبارك فيك والف مبروك للشباب، واحب ابارك للاستاذ الكابتن بشير واسماعيل بشير مساعده، واول شيء وقبل كل شيء احب اشكر اللجنه المنظمه والرابطه انهم قاموا بهذه البطوله. وصراحه انا حضرت الافتتاح، يعني شيء مبهر بمعنى الكلمه، لانه سبحان الله كم اكاديميه غير اللي دشنت، ست اكاديميات تعتبر زي ما تقول ثروه لمكه. ما شاء الله ان شاء الله، وكلهم صغار وفالهم التوفيق. اليوم الشيء اللي شاهدته في النهايه كيف تقدر توصفه؟ من مباراه، من حضور، من تجهيز، من تتويج؟ شيء ما يوصف بمعنى الكلمه، شيء ما يوصف. ابداع 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 والله. يمكن رغم الامور اللي صارت قبل كذا، التصريحات اللي صارت والامور اللي صارت، لكن التنظيم هذا شيء خرافي خرافي بمعنى الكلمه. ناس كثير يقول لك ممكن اولاد صغار او زي كذا، هذه ثروه لابد تستثمر، وهذا شيء حيشوفوه ان شاء الله قدام بإذن الله. نفس اللعيبه باذن الله. ايش حاب تقول للنجوم لابطال هذه البطوله، لاعبين اكاديميه الفوز، رساله توجهها لهم؟ أقول إن شاء الله فالهم الكوس قدام ويشدوا حيلهم، وهذه بداية، والاحتراف قدامهم إن شاء الله. يعطيك العافية وشكرا على الكلمات الجميلة، واضح أنك مبهر ومميز. شيء يثلج الصدر. أنا كنت أسمع أول مرة أشوف شيء زي هذا. شكرا. اسمع ان مكه ما شاء الله تبارك الله في التنظيم، والله زي ما اقول لك يعني شيء بذل، يمكن حتى المبالغ اللي دفعت في هذا شيء كبير. تستحق الفئات السنيه هذا الدعم. تستحق، لانها زي ما قلت لك ثروه، وهذه بدايه الاستثمار فيها، وان شاء الله ابطال لان مكه ولاد اصلا من اول، لكن هذول الابطال ان شاء الله نشوفهم قدام. يعطيك العافية أستاذ إبراهيم، شكرا لك. الله يعافيك، شكرا لكم.